اليوم مشوارنا لأحد مزارع الأسكادينيا في منطقة العبارة بجرش. استقبلنا صاحب المزرعة المهندس ياسين القادري، حكى لنا عن زراعة هذه الفاكهة في الأردن. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في منطقة اسمها العبارة، منطقة زراعية بتشتهر بزراعة أشجار متعددة، منها الزيتون، منها الحمضيات، ولكن شجرة الأسكادينيا هاي اللي خلفي اللي أنتم شايفينها هاي شجرة جديدة، يعني دخلت لنا تقريبا، وهاي أول مزرعة بهالمنطقة هاي. فبعد يعني ما زرعناها وشفنا ما شاء الله يعني إنها هنا نجحت بهذا الجو بهذا المكان، وهي الآن إحنا في موسم القطاف. ورغم جمالية المنطقة وجودتها الزراعية الممتازة، إلا أنه لفت القادري لبعض التحديات اللي بتواجه المزارعين في منطقة العبارة. هاي المنطقة اللي هي منطقة العبارة يعني منطقة زراعية بتمر لها أو عين اسمها عين التنور، تقريبا تنقل المي من خلال قناة اسمنتية. هاي القناة تقريبا طولها حوالي 5 كيلو، حوالي 5 كيلو. صراحة يعني هي كانت متهالكة في فترة من الفترات، لوقت قريب جدا لغاية الآن، حتى بالرغم من أنه يعني وزارة الزراعة مشكورة يعني عملت لنا صيانة جزئية للقناة، ويعني صارت الآن المي تيجينا بشكل أفضل ونروي فترة أطول، إلا أنه إحنا بدنا المزيد لأنه لسه في هناك فاقد كمية كبيرة جدا من المي. وهي الحمد لله يعني إحنا مثل ما أنت شايفين يعني هاي المحصول أمامكم، هاي الشجر أمامكم بصحة جيدة والحمد لله رب العالمين. الشجرة المدللة، هيك وصف القادري شجرة الأسكادينيا بسبب حساسيتها اتجاه أي متغيرات جديدة تطرأ، بالإضافة إنها بتحتاج عناية فائقة على مدار السنة، وحتى عملية القطاف لازم تكون بعناية فائقة. والله الأسكادينيا هي بدك يعني هي زراعة جديدة بالنسبة لنا، لكن أكثر شيء أنا يعني حسب ما بعرفه شجرة الأسكادينيا بتحب البرد شوي، ففي منطقة عجلون تحديدا منطقة راجب هي أكثر منطقة فيها أسكادينيا، وتليها جرش. جرش فيها مزارع مش بطالة يعني كويسة، ولكنها لسه جديدة العهد، يعني لساتها ما انتشرت هذاك الانتشار الواسع، لأنه شجرة الأسكادينيا يعني بدها عناية حثيثة جدا، ما بتتحمل برد شديد ولا بتتحمل عطش شديد ولا بتتحمل آفات. الآفات الزراعية بتفتك فيها إذا ما كان في خلينا نقول يعني متابعة حثيثة إلها، ما بتشوف إلها ثمر، ثمرها بخرب على أمها، ما بتقدر تجني منه أي شيء. طبعا وخصوصا في فصل الشتاء، يعني الأصل أنها تكون في لها مصدات رياح تحميها شوي من الرطوبة، تحميها من البرد، تحميها من تيارات الهواء القوية. فالأصل أنها تكون ضمن محميات محددة يعني. نعم والله هاي السنة يعني خلينا نقول مقارنة، أنا بقارنه مع محصول السنة الماضية، السنة الماضية كان أفضل. هذه يعني احنا بنرجعه الى انه ممكن الشجرة تكون عملية المعاومة، يعني انه في سنة تطرح بشكل جيد والسنة اللي بعدها بيكون اخف، وهذا طبعا يعود الى اسباب كثيرة جدا، منها كمية المي اللي تجيها، منها طبيعة الجو في هذاك السنة فقط. لكن الموسم هذا العام اقل درجة من الموسم السنة الماضية. رئيس اتحاد مزارعين جرش المهندس حسين جوجازي كان حاضر معنا لحتى يحكي لنا عن المشاكل اللي بتواجه مزارعين الأسكادينيا، خصوصا مشكلة قلة الأيادي العاملة. لصاحب العمل انهم يسمحوا باستخدام العامل لصاحب العمل اللي هو بحاجة، وبعد إثبات أرضه وأوراقه الثبوتية اللي يقدر يعمل فيه العامل، هذا اللي يصير. وهيك كان مشوارنا لهذا اليوم، استنونا بقصة جديدة ومشوار جديد. كان معكم نبأ الحسن، جريدة الرأي الأردنية.